ففكر التسبيح يعني في العهد القديم كمان هو سجود القلب قدام الله، وإنه الاعتراف عن الله والإعلان عنه، ولأنه الله من البداية هو اللي أبدع فكرة الصوت. يعني أول علاقة بين الله وبين آدم كانت الصوت، كان بيسمعه. فهنا يعني حتى دي فرصة لكل الناس اللي عندها ودان وسمع تشكر ربنا كل يوم على فكرة الصوت، والصوت الجميل، وفكرة إبداع الله في إنه يخلق في جنة عدن كل هذا النوع من الطيور المغردة وإلى آخره. فالتسبيح يعني بحسب فكر الله هو المناخ اللي ربنا بيحب إن الإنسان يعيش فيه معاه. يعني